هل يجوز عمل الزوج عمرة على حساب زوجته؟ لا بأس إذا كانت الزوجة وسع الله تعالى عليها ويعني أهدت زوجها هذه العمرة أو دفعت له مالا ليعتمر بهذا المال أو يحج، ليس في ذلك شريطة أن تكون امرأة نبيلة. مش مثلا تقول له اطلع حج أو واعتمر وبعدين بعد ذلك تبدأ بقى تمسكه في هذه المسألة، أنت أنا عملت لك وسويت لك وسويت لك. لا بأس من حيث الحكم الشرعي شريطة أن تكون المرأة نبيلة.